في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، لا سيما الاتجار الغير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى إثر معلومات مؤكدة واردة إلى عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوغرت، مفادها عزم شبكة إجرامية على ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وسط أحياء مدينة توغرت، واستغلالا للمعلومات المتوفرة تم وضع خطة محكمة للإطاحة بعناصر الشبكة، حيث مكنت العملية من حجز كمية معتبرة من المواد الصيدلانية ذات خصائص مؤثرات عقلية قدرت ب 3000 كبسولة بريكابالين 300 ميلي غرام، مع توقيف 3 أشخاص وحجز المركب المستعمل في الجريمة، ليتم على إثرها مباشرة التحقيق في القضية وإنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم.